منتخبنا الوطني واولى منتخبنا الوطني لكره السله، وفوزوا لاول مره في هذه البطوله، بطوله كاس العالم، على المنتخب المكسيكي اعتقد من 1994. اول فوز لينا من 1994 وحتى الان، وفوز نجم النادي الاهلي الحقيقه ونجم منتخبنا الوطني لكره السله ايهاب امين لاول مره في التاريخ اعتقد بافضل لاعب. اول مره في تاريخ لعبه السله في مصر، يعني لمصر، ان لعيب مصري يحصل على جائزه رجل المباراه في مباراه في كاس العالم. حصل عليها نجم النادي الاهلي ايهاب امين، وديت حصلت برضو في كره القدم، كره القدم مع محمد الشناوي في منتخب في مباراه مصر واورجواي عام 2018، بتحصل مع ايهاب امين النهارده ايهاب امين نجم النادي الاهلي في السله، بصراحه عامل اداء رائع ممتاز جدا. ادي الصوره، ايهاب امين رجل مباراه مصر والمكسيك في السله، ومحمد الشناوي كان في القدم نجوم النادي الاهلي. ايهاب امين النهارده سجل 22 نقطه لمصر في المكسيك، 10 اسيست، 6 ريباوند، 2 ستيل، عمل ارقام ممتازه جدا ايهاب امين. والمباراه اللي فاتت برضو قدم اداء كويس قدام مونتينيجرو. فايهاب امين بصراحه انا بشوف ان هو اسطوره في السله، او واحد من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر في كره السله بالاداء اللي بيقدمه ده.